الشيء يمشي وراسه فوق من خلفه رجال طايله رؤوس القرو مصامله من هم معه راسه علي أربع المشايخ شيله مهدا من الأخ الغالي علي العريقي إلى الشيخ حسين صالح آل صلاح وأولاده ابنه الغالي علينا صالح حسين آل صلاح قبيلة خرصان الوايلي نجران. كلمات الشاعر عبد الناصر منصور المعرشي أداء أبو حنظلة. أوقف أبا واشما وخقد ما جاب يا الوايلة دار الكرم والجودة سعده مرخواياه ويلي يمشي وراسه فوق من خلفه رجال الطيالة رؤوس القرم الصاملة من هم معه راسه علي أوقف إبا وشم وخق الدم قباي الوايلة دار الكرم والجود سعده من خويه ويلي يمشي وراسه فوق من خلفه رجال طايلة رؤوس القرم الصاملة من هم معه راسه علي أربع المشايخ الوالد الفضل حسين صالح وكل قبايله شيخ الكرم كفه سحابه مطره بيما يلي ينفق بفعل الخير كم محتاج ماله شايله وانسان مدين بفعل الخير سبق ولي والعم صالح بن حسين هو نجم كل العائله وراعي الفزعات بالحاضر وبالمستقبلي طيب ومتواضع وبرقه بالوسيعه شيخ صالح طيبك اسلوبك وفكرك راقلي يا شاب من ذاك الاسد يا وصف عجز قايله الله يزيدك من حلاله يا سلام الهوسلي والغالي يا احمد ما نسيت حاضرا بفعايله وفيسنا فيب الكرم والجود كفه ما غلي وبه غلي وخه غلي بصاره هايله رجال ما فيهم قصر تقديرهم حل داخلي رجال ما فيهم قصر تقديرهم حل داخلي وقف إبا وشمه وخق قدامك قبايل وايله دار الكرم والجود سعده من خويه ويلي يمشي وراسه فوق من خلفه رجال طايله رؤوس القرم مصامله من هم معه راسه علي أربع المشايخ دايقه كل عجمايله ما نعتزى فيهم بفضل الله هم يا انجلي فيهم كرم حتم وعزم الكون ما هو شايله وباسمه ينقاس عن كل القبايل معتلي هالوالد الفضل حسين صالح وكل قبايله شيخ الكرم كفه سحابه مطره بيما يلي ينفق بفعل الخير كم محتاج ماله شايله وانسان مدين بفعل الخير سبق ولي والعم صالح بن حسين هو نجم كل العايله وراعي الفزعات بالحاضر وبالمستقبلي طيب ومتواضع وبرقه بالوسيعه خايله يا شيخ صالح طيبك اسلوبك وفكرك راقلي يا شاب لمن ذاك الاسد يا وصف عجز قايله الله يزيدك من حلاله يا سلام
بالقلب.